السلام عليكم طلبة الصف السادس الإعدادي. اليوم راح نكمل محاضرات الخلية. أخذنا بالدروس السابقة المكونات الخلية الحقيقية النواة، أخذنا أيضا الأنشطة الخلوية اللي تتم، أخذنا بالبداية العبور المواد عبر الغشاء الخلوي، أخذنا التناضح النفوذية، نقل الفعال، الإخراج الخلوي اللي أيضا الإدخال الخلوي اللي هو يشمل الشرب والأكل الخلوي. إذن الفعاليات السبعة تم دراستهم بشكل مفصل مع الأسئلة الوزارية، وأتمنى تعيدوهن مرة ثانية. اليوم رح ناخذ الأيض الخلوي، إذا استمر حذف الوزارة فالأيض الخلوي رح يكون فقط صفحة 30 و 34، يعني التنفس ما داخل رح يكون، بس إذا رجعت الوزارة على المادة القديمة على اعتبار أنه هذه السنة سنة 2022-2023 رح يكون دوام حضوري 100%، فموضوع التنفس احتمال يرجع. إذا رجع رح تلقون فيديوهات كاملة موجودة بالقناة شرح على هذا الموضوع. الأيض الخلوي اللي هو سيل ميتابوليزم، أيض الخلوي تعريفه وهذا مكرر بالوزارة هواي، هو سلسلة من العمليات أو التحولات الكيميائية اللي تحدث في سيتوبلازم الخلية أو في الخلية، خلينا نقول بمساعدة الإنزيمات بالخلية. طبعا هو بالسيتوبلازم بس اكو قسم منه راح يكون داخل عضية في السيتوبلازم، واكو لا بس بالسيتوبلازم الوحدة. فإذا هو مجموعة من التحولات الكيميائية اللي تصير وين؟ بالخلية، بمساعدة إنزيمات معينة تتضمن عمليتين هما الهدم والبناء، وهذا بالوزارة هواي يجيبه فراغات. هدم عن طريق تحلل المواد، والبناء اللي عن طريقها تبنى نواة جديدة. الهدم هو تجزئة وتبسيط المواد المعقدة، وراح تتم تحويلها إلى مواد بسيطة ترافق العملية، عادة تحرير طاقة. فعلى سبيل المثال هدم جزيئة الكليكوز في التنفس تتضمن تحرير طاقة ليستخدمها الكائن الحي في الكثير من أفعاله. شوفوا هاي المعادلة، وهاي المعادلة مداخلة ما مطلوبة من عندكم، بس انتوا أخذتوها بصف خامس. هذا عندي جزيئة سكر الكليكوز، أبسط جزيئة موجودة. هسه بوجود الأكسجين ايش راح يصير عندي؟ تنفس، اللي هو مثال على عملية هدم. ايش راح يصير؟ أكسدة لهذه الجزيئة، فراح تتحول أكسدة بشكل كامل، راح تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون زائد ماء زائد طاقة. وبما أنه هذه تحولت إلى مواد أبسط، فهاي راح يترافق وياها طاقة بشكل كامل. ممكن يكون التحرر جزئي مو كلي، هذا حسب إذا كان التنفس هوائي أو لا هوائي، ممكن يكون هذا المركب أكبر والطاقة هنا تكون أقل، يعني حسب الشيء راح المادة شلون راح تتأكسد أو شلون راح تتحلل إلى يا درجة من المواد البسيطة. بشكل عام تعريف عملية الهدم هو تجزئة وتبسيط المواد المعقدة إلى مواد بسيطة، حولها إلى مواد بسيطة ترافق هاي العملية تحرير طاقة. مثال على عملية الهدم أقول لكم، مثل وهاي بالشهر المدرسين يجيبوها، مثل لعملية الهدم، تقول له هدم التنفس الخلوي أو هدم جزيئة الكليكوز تتضمن تحرر طاقة ليستخدمها الكائن الحي بالكثير من أفعاله أو أعماله الحيوية. عملية البناء عكسها، عكس عملية الهدم اللي هي بناء مكونات جسم الكائن، أبني مكونات الخلية أو جسم الكائن من مواد مختلفة، زين، وهاي راح يستهلك بها طاقة، يعني هذه راح تكون هي هنا وهنا هو الناتج، مثل بناء جزيئة الكليكوز راح تبنى ثاني أكسيد الكربون، ماء، طاقة اللي تأخذها النباتات من ضوء الشمس، بيصير عندي سكر الكليكوز. سؤال هنا، المثال على عملية البناء هو عملية البناء الضوئي، مثالي على عملية البناء هو عملية البناء الضوئي. لو ما شو اسمه ما قايل لي، او خلينا نقول احنا هذا الكائن مو نبات، يعني اني انسان او حيوان، هنا شلون راح يصير مثالي؟ يعني البناء عملية البناء تتم فقط في جسم النبات؟ لو لا، يعني البناء المكونات الحية راح يتم فقط في جسم النبات؟ لو يتم بأجسام الكائنات الحية اللي من ضمنها الإنسان والحيوان. فكروا لي بهذا الموضوع وجاوبوني عليه بالتعليقات. مقارنة عندي بين الهدم والبناء اللي هي تحلل المواد إلى مواد أبسط، يعني تحلل المواد معقدة إلى مواد أبسط، وهذا واضح عندكم. هنا تبنى مواد جديدة من مواد بسيطة إلى مواد معقدة، يعني الهدم راح يكون عكس البناء. تحرر طاقة، هاي شوفوها هنا بالعكس راح تصير هنا استهلاك طاقة. مثالها هو التنفس، مثل عملية التنفس، التنفس الخلوي سواء كان هوائي أو لا هوائي، هنا مثل من؟
راح يكون هنا مثل بناء جزيئة السكر اللي هي سكر الكليكوز، مثل بناء جزيئة السكر هي سكر الكليكوز. هذا موضوع الأيض الخلوي صفحة 30، هذا اللي داخل من عدة. إذا استمر حذف الوزارة فنروح لصفحة 34 عملية البناء اللي هو مثال على عملية الأيض الخلوي، تشمل عمليتين هدم وبناء. مثال عملية البناء هو تثبيت ثاني أكسيد الكربون، اللي يعتبر هذا ثاني أكسيد الكربون أحد النواتج الرئيسية للتنفس سواء كان هوائي أو لا هوائي. مثل ما تشوفوا بهاي المعادلة هو ناتج رئيسي من عملية التنفس. عمليات التنفس تمثل عمليات هدم، يعني مثل لي عمليات هدم تقول لي عملية تنفس، ينشأ عنها قدر من الطاقة الكيميائية اللي تخزن بشكل ATP. هاي الطاقة تكون بشكل مركب ATP، ممكن أن تستغل في الكثير من العمليات الهامة اللي يقوم بها الكائن الحي، مثل ما حركة العضلات واللواحق الجسمية أو تكوين مواد حيوية معقدة. لأني أمثلة على العمليات الهامة اللي يقوم بها الكائن الحي واللي تحتاج طاقة بشكل ATP. حركة العضلات واللواحق الجسمية تعتبر عمليات ميكانيكية، أما حركة المواد أو تكوين المواد الحيوية المعقدة فتمثل عمليات كيميائية. وانتبهوا لهذه الفقرة، هذا الكلام موجود صفحة 34، أنصحكم تقروا بهالطريقة، هاي راح يكون أسهل عليكم وواضح. علل، وهذا بالوزاري مكرر، تعد عملية تثبيت ثاني أكسيد الكربون بناء للمواد العضوية في النبات. ليش؟ لأن النباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون بوجود الماء واستخدام الطاقة الشمسية، راح تسوي لي مواد كربوهيدراتية، يعني راح تبني من CO2 مواد عضوية كربوهيدراتية. يطلق على هذا التفاعل تثبيت أو اختزال ثاني أكسيد الكربون. هذا التفاعل يؤدي إلى تكوين جميع الجزيئات العضوية المعقدة اللي هي نفس المواد الكربوهيدراتية، لذا تعتبر هاي العملية بناء، عملية بناء للمواد العضوية. وإذا تلاحظون هاي المعادلة إذا عكسناها CO2 بوجود الماء مع طاقة راح يصير عندي سكر الكليكوز اللي هو أبسط جزيئة اللي هو يمثل جزيئات عضوية أو مواد كربوهيدراتية. زين، هذا اللي هو ثبتت CO2 من الغلاف الجوي وحولته إلى مركب عضوي. هذا مثال على عمليات الأيض الخلوي. المادة واضحة بسيطة سهلة، بس تحتاج أنه من أقراها أفهمها مو أدرخها، لأن نكرر أنه الأحياء فهمية وليست درخية، تحتاج فهم ثم حفظ. أسئلة وزارية تخص هذا الموضوع فقط وزارية، بس ممكن المدرس يجيب لكم غيرها. الأسئلة الوزارية تتضمن عملية الأيض عمليتين، شنهن؟ بناء وهدم. عرف الأيض موجود ببداية المحاضرة. علل، يعتبر عملية تثبيت CO2 عملية بناء للمواد العضوية. ليش تعتبر بناء للمواد العضوية؟ انتبهوا لي هاي عليها، ركزوا هنا على ماما. ممكن المدرس بالشهري شي يجيب لكم مثل لعملية هدم، مثل لعملية بناء. إذا قال لك مثل هدم هو التنفس، إذا قال لك للبناء مثل فهو بناء جزيئة سكر الكليكوز. زين، ممكن هنا ينطيك يقول لك شنو الطاقة اللي نتجت عن عملية الهدم، طاقة كيميائية بأي شكل تخزن. طبعا أني عندي مركبات هواي خازنة للطاقة بالجسم، لكن اللي مطيكم إياه ضمن منهجكم هو الـ ATP اللي هو أدنوسين تراي فوسفيت اللي هو أدنوسين ثلاثي الفوسفات. هذا الشكل بس اللي راح أخزن به الطاقة اللي ناتجة من عملية التنفس. هذه الطاقة اللي على شكل ATP ممكن راح تنخزن بالميتوكوندريا، وممكن انه استغلها بالكثير من العمليات الحيوية، مثل من حركة العضلات او اكون مواد جديدة. تكوين مواد جديدة، ماذا تعتبر هاي العملية؟ هل هي عملية ميكانيكية ام كيميائية؟ تقول له هي كيميائية. فهنا ممكن المدرس يجيب لكم اشياء هواي على هاي المادة، فانتوا انتبهوا، اقروا بطريقة علمية بحيث تمكنكم من الاجابة اي سؤال. لهنا خلصت مادتنا، مادتنا سهلة وواضحة. اتمنى لكم كل التوفيق يا ربي، واتمنى ان تقرون بطريقة مرتبة، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم.